دكتورة نشوى، في بداياتك عملتي بالإذاعة وبالتلفزيون. نعم. أنا كمحبة للإذاعة أريد أن أسألك، هل تعتقدين أن الإذاعة قد ماتت كوسيلة اتصال؟ مستحيل. جميل. مستحيل. عبارة أن أن أنه ليس باستطاعة وسيلة ما أن تحل مكان وسيلة أخرى التي نرددها في أروقة الإعلام، صحيحة؟ خلينا نقول للنص البشرية لا تصلهم الإنترنت. نصف البشرية. نصف البشرية. نعم. في مجتمعات كثيرة جدا، ولكنهم ما زالوا يستمعون عبر الأثير عن طريق الراديو. نعم. وعندما تكون هناك أزمات، وعندما يكون هناك شيء يجب على الناس أن يتفاعلوا معه، يستمعون إلى الراديو. نعم. أنت في السيارة تستمعين إلى الراديو. لن يتغير هذا بمر السنين. الراديو أعتقد والإذاعة وجدت لتبقى لأنها قريبة جدا. هل أحببتها؟ فوق ما تتخيل. نعم. عندما توقعت ذلك. عندما تكونين مع الميكروفون وبمفردك وتتحدثين بمكنون نفسك وتشعرين أنه لا يوجد شيء يفصل بينك وبين العالم. نعم. ويتعلقون بما تقولينه فقط، ليس بوجهك ولا بملامحك ولا بحركات جسدك. صحيح. ولا بالصورة التي خلفك، فقط هذا الصوت، فقط الصوت. نعم. ويكون الوقت الذي تطلعين إليهم بكل معلومة بكل كلام ينتظرونك. نعم. ويستمعون إليك ويتفاعلون معك ويتصلون بك، ولو اختفى هذا الصوت. نعم. يقلقون، أين أنت؟ يا سلام. لا، الإذاعة حالة، حالة وجدت لتبقى. وصدقيني، من يبدأ في الإذاعة يبدع في التلفزيون. صحيح، صحيح، يكون قويا على مستوى اللغة، على مستوى التواصل الصوتي. نعم. الذي يكمل التواصل بالتأكيد بالملامح أو بالجسد.